هذه الرسالة هي رسالة تضامنية مع إخواننا حي الشيخ جراح، ورسالة للعالم كله بأن يقف مع حي الشيخ جراح ليدرك العالم بأن هناك ظلم يلحق بالمقدسيين، هناك حرب محروقة، أرض المحروقة، هناك تمييز عنصري بحق المقدسيين، وبالتالي نحن نرفض هذه المعاملة التعسفية غير الإنسانية من سلطات الاحتلال. في الوقت نفسه نشد على أيدي إخواننا في حي الشيخ جراح، نثمن مواقفهم التي نفخر بها ونعتز. نحن هنا اليوم للرد على هذا الاستفزاز الإسرائيلي، سواء من جانب عضو الكنيسة العنصري أو الشرطة الإسرائيلية التي تحاول استفزاز المواطنين، والتي تحاول خلق بيئة طاردة للمواطنين في الشيخ جراح من أجل إخلاء هذا الحي. جئنا اليوم لإقامة صلاة الجمعة من أجل التضامن والمشاركة مع سكان الحي في صمودهم البطولي وفي تصديهم لهذا العنصري وهذا النهج الاستيطاني الذي يحاول اقتلاعهم من منازلهم. رسالتنا لإخوانا بالشيخ جراح أننا سوف نواصل التضامن معهم، سوف نواصل الشد أزرهم حتى يستطيعوا أن يثبتوا في منازلهم ضد هذا المد الاستيطاني. أيضا رسالتنا لإسرائيل بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لإخلاء عائلة سالم من منزلها أو أي منزل آخر. إسرائيل اختبرت المقدسيين في معركة البوابات الإلكترونية وفي معركة باب الرحمة وفي جزء الشرقي من الشيخ جراح، وأي محاولة من لإخلاء عائلة سالم ستكون هبة جماهيرية شعبية هنا. هذا تحذير يجب أن يأخذ الاحتلال بعين الاعتبار. أيضا رسالتنا للمجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته ويجب أن يتدخل بصورة فاعلة من أجل لجم هذا الوحش الاستيطاني الذي يحاول تشريد المقدسيين من منازلهم. الواقع هيكو شايفينه، الواقع أنه هذول الجماعة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية بتراهن على النفس الطويل، وبتراهن على أنه القمع المفرط والقوة المفرطة اللي بيستعملوها معنا بيراهنوا عليها، على أنه إحنا راح نكسر وننسى الموضوع ونختصر. لكن هذا الحكي فاضي، احنا لا راح نكسر ولا راح نختصر، وراح نضلنا نقاول لاخر لحظه. احنا نفسنا طويل، ما تراهنوا علينا، وبالكثير هذا بالنسبه لنا هو صرصور ما بيسوى شيء، وكل هدف من جايته هون حتى يحقق مكاسب او مقاعد اضافيه له في اليمين المتطرف. احنا الحي هون كحي كتله واحده سواء شرقي او غربي، صمدنا هناك وراح نصمد هون الى ابعد الحدود. احنا بنطالب انه المقدسيين قبل اي حدا، المقدسيين يجوا ويوقفوا بالشيخ جراح، لانه قضيه الشيخ جراح هي قضيه مقدسيه، مش قضيه الشيخ جراح حاله، وهي قضيه فلسطينيه. بنطلب من المقدسيين اولا، احنا بدنا المقدسيين لانهم هم اللي بيقدروا يوصلوا هون عندنا، بنطلب منهم يجوا يتواجدوا بالليل بالنهار، حتى لو مهما كان في مجالات انه يقدروا يدخلوا من هون في مجالات.